وواقفين جدا على التأخير. لا أبدا عندها أبدا فرح ومتأنتكة وقمر أيوة. وقمر بصراحة. أيوة. انتي في حد في الفرح مستنيكي ولا لأ كده؟ لأ صحابي طبعا. هتطلعي بعريس النهاردة خلاص كده مبروك على الحالة حالة. وعزيز الشافعي تعاون جديد مع عزيز الشافعي، وكلميني شوية عن الأغنية دي. بصي الحالة الحالة هي اسم الميني ألبوم، هو الميني ألبوم إنتاج عزيز. هو عزيز الحقيقة بينتج لي الفترة اللي جاية يعني حوالي 3 سنين إن شاء الله العمر كله. يعني أنا عزيز بالنسبة لي تميمة حظ يعني، وأنا بتفائل بيه جدا، وانا اصلا من جمهوره فمتحمسه جدا للفتره. كلنا طبعا موهوب وشاطر وبس، انا بقى من جمهوره قوي بقى من قديمه يعني من ايام بلاش الملامه، فانا بالنسبه لي يعني من البدايه. والحاله الحاله هي تاني اغنيه نزلناها من الميني البوم. اول واحده كانت بعد التان، بعد التان نزلت في اول سبتمبر كده، يمكن كانت متاخره شويه يعني على يعني على الصيف يعني، كانت خلاص كان الناس فعلا بعد التان. فان شاء الله السنه الجايه انا متوقعه لها نجاح كبير ان شاء الله.